اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست كاتاليست اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست عايزينك دايما متفاعل مش واحد ضمن الجمهور مش واحد ضمن الجمهور امسك الفرصة اما تجيلك دلوقتي اللي عليك الدور محتاج كاتاليست محتاج كاتاليست متفاعل اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست ربنا هيدلك عالسكة بس انت جدع ما تمشي خليك واثق في اختياراتك صدقني اكيد ما تندمش وتكون كاتاليست متفاعل اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست 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 ايه في ايه لا 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 رد عليا في ايه هو مفيش حاجه حضرتك انا بقول لك بس عنك يا ست الكل وانت مين قال لك بقى ان انا محتاجه مساعده هو في الحقيقه محدش قال لي انا لاحظت عليكي محتاجه مساعده طيب بص بقى يا ملك الملاحظات يا بواب العلم يا دارس لغه الجسد انا مش محتاجه مساعده ولا منك ولا من غيرك انا اقدر اشيل حاجتي لنفسي واقدر اعتمد على نفسي كويس تلاقيه زي كل الرجال شايف ان الست دي كائن ضعيف ومش هتعرف تعتمد على نفسها لكن لا الست زي الراجل اقولك الست اقوى من الراجل الست هي اللي بيها ممكن يقوم بيت بحاله من كتر ما هي تعرف تعمل كل حاجة واي حاجة بس برضو يعني الست مش هتعرف تعمل كل حاجة لوحدها لازم الراجل يساعدها زمن بقى اصلي بقرف من المواعين اصل انا ما بعرفش اطبخ خلاص ولا الراجل لازم تبقى ايده في ايد الست من دلوقتي الست هي الكل في الكل ايوه معاكي حق في كل كلمه قلتيها انا مش شايف ان معاكي اي غلطه طبعا معايا حق انت فاكر ان احنا من ايام الجاهليه ولا ايه ايام الراجل بس هو اللي كان بيتعلم لا يا حبيبي بص حواليك كده وشوف الست دلوقتي بقت دكتوره بقت مهندسه بقت فوعليه بقت بتسوق مراكب ايوه وماله حقيقي كلامك كله صح الست هي كل حاجه ان شاء الله ارحمونا بقى من الصوره النمطيه اللي انتوا واخدينها عننا دي هو مين اللي بيربي الطفل مين النموذج اللي قدام الطفل طول الوقت لكن ازاي الراجل هو اللي عمل الراجل هو اللي سوى وكأن الست دي ملهاش اي لازمة خالص يا ست انا ماليش لازمة اساسا انا غلطان انا استاهل ضرب المرقوبة ان انا قلت لك هساعدك اساسا من البداية هم كانوا كسين الا خلانا تشمل الورد عليك المساعدة وما عارفش انا الراجل عمل ايه للست والست عملت ايه للراجل عشان تحكي لي كل القصص دي على الصبح اتفضل يا ست اطلع على بيتكم شيلي قبر يلم العفش عكرت لي مزاجي على الصبح عنك استاذ دون يا سامح انت بتقول كده ليه يا سامح يعني مش قادر انا يا يعني اكت انا مش قادر اشيل مسؤوليه انا لوحدي يعني ما عنديش القوه ولا القدره العضليه اللي عندك اللي تخليني اشيل شويه اكياس خفاف كده كل ايديا هادي النيل السودة الناس جرالها ايه؟ مالهم دول؟ أعزائي سكان العمارة الغاليين جوي 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 اللي عايز حاجة من سامح هو اللي يقول لأن سامح كل ما بيعرض المساعدة على حد فيكم بيكتشف انه زعل الناس منه فحرصاً على سلامة سامح العقلية وسلامتكم الجسدية ولتوفير الوقت والطاقة والمجهود اللي عايز حاجة منه يقول هالو واللي مش عايز حاجة يسكت واعتقد كده فير وكان الله الموفق والمستعان
مساء الخير يا مساء الفل. عاملين ايه؟ كله كويس، انت اخبارك؟ كله فل. ايه مالك يا فرح؟ ايه مالك؟ صح، يعني اتعصبت شويه من موقف كده وانا جايه قبل ما اوصل هنا. يعني حصل ايه؟ تهت سنه في حته، فقلت طب امشي بالراحه لحد ما جي بي اس بس يظبط. كنت جايه بالعربيه؟ اه. اوكي. فراح واحد كسر عليا وقال لي طبعا ما انت بنت، وكانت حركه سخيفه مش عارفه ايه المضحك اللي هو اي حد يعمل اي حاجه غلط في السواقه نقوم قايلين على طول اكيد واحده ست. آه او ست. فاللي هو الموضوع كان مضايقني قوي بصراحه. انت عمرك شفتي راجل بيمشي ببطيء؟ احنا رجاله متحوره اصلا في الموضوع ده. لا شفت. ايوه، انتوا بيبقوا عندكم حاجات كده بيبان، يعني اللي سايقه ست خلاص الحركه دي ست. ربنا يسامحك مش بشتمك يا ستي، بس هو ده انتوا نعمل لكم ايه؟ طيب بس هو عامه يعني بعيدا عن موضوع السواقه، في العموم احنا مجتمعنا شويه بيفرق بين الراجل والست، وفعلا بنحس في مواقف كتير انه ما هي دي ست فاكيد كذا، او بنحس ان في حاجات احنا ملناش اكسس ليها، او احنا كاتيجوري اقل عشان احنا ستات او بنات او يعني فيميلز. يعني بيغلطونا بسهوله قوي يعني، او انتوا بتعملوا حاجات فبنغلطكم يعني. احنا هو يعني انت معاهم صح؟ وانا بس وانت جاي تعصبني بعد الراجل بتكمل لا 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 انا ضد اللي احنا نكون بنصنف يعني، بس فعلا في ممكن اقولها في ادوار خاصه بالرجاله وادوار خاصه بالستات. في حاجات الرجاله تعملها ممكن الستات ما تكونش بتعملها يعني. لا طبعا انا مش مع فكره ان الست تقعد في البيت وان الست ما تشتغلش والدنيا دي كلها، ولكن بيبان. بس المجتمع مغذي حته ان الست تقعد في البيت وان هي وسيله للخلفه وان هي تخلي بالها من البيت وتنظف وتغسل يعني وتغسل وكده، فاللي هو خلاص هي محصوره ومزنوقه جدا في الدور ده، في انحصار، في بقتصرها على ادوار معينه وبشيل منها اي قدره تانية او مهاره تانية ممكن تعملها او انها تشتغل حتى. يعني لو اشتغلت على سبيل ان هي تتسلى وخلاص، مش عايز احصرها في دنيا الشغل اكتر، ولكن ده يعني الواقع انه الثقافه يعني الثقافه بتاعتنا انه في مجتمع الشرق هنا انه الست ملهاش حقوق زي الرجاله. لكن حتى كتابيا ممكن يعني في حاجات بتشاور انه الادوار كل واحد ليه الدور بتاعه، بس حته الدور مختلفه شويه عن حته القيمه. يعني انا حاسه كلام فرح انه المجتمع بيقول انه الست قيمتها في الحاجات اللي هي بتعملها مثلا دي، لكن الراجل لو انت راجل فانت بس كونك راجل فدتك قيمه من غير ما تعمل حاجه. بس لو فكرنا فيها يبقى الست محتاجه تفكر انه قيمتها في حاجه ثابته مش المجتمع بيقولها، فدي مش مشكله في المجتمع، بس ضغط من المجتمع ان انت لازم تبقي تعملي كذا وكذا، ولو ما عملتيش ده انت في نظرنا مش قيمه او مش ثمينه بشكل ما، وانه مش لازم بقى يبقى عندك طموح مهني اللي هو تخلي عن احلامك وطموحاتك والطموحات دي للراجل بس. فما اعتقدش ان ده كتابي يعني. لا ولكن برضو المسؤوليات اللي مثلا تتحط على الراجل اتوقع ان هي ممكن تكون اكتر من المسؤوليات اللي تتحط على الست حتى في النطاق بتاع البيت، فمن الطبيعي انه الست هتاخد شويه ادوار في المجتمع اقل شويه من الراجل، ودوت مش اقل من قيمتها، مش اقل من كرامتها. لكن اقل بمعنى ايه؟ اقل في التاثير، اقل في العدد، اقل بمعنى في المسؤوليات. يعني مين مثلا مسؤول عن ان هو اللي بيصرف اكتر على البيت؟ الراجل. فعشان كده دنيا الشغل احنا كرجاله بنروح اكتر للاشغال اللي احنا نكون بنشتغل اكتر، مع ان واقعيا مثلا لو بصينا على مر ال 10 20 سنه الوقت اللي فاتوا هنلاقي ان في تطور كبير قوي من نظره المجتمع للمراه. فاحنا مش حته سودة قوي، ولكن بقول انه في تغير بيحصل، لكن تغير بسيط، لكن لسه نفس العقليه بتاعت ان الست مرتبه تانية، مش علشان هي قيمتها مرتبه تانية، لكن علشان حتى المجتمع انه في ادوار للرجاله الست مش هتعملها. فكرتني باحصائيه بتقول انه الراجل عليه ادوار اكتر، فهو مثلا بيشتغل هو اللي بيصرف اكتر، بس اكتشفوا ان الست اللي هي بتبقى ربه منزل بتبقى معدل المجهود اللي هي بتبذله قد حد بيشتغل 2 فول تايم جوبز في نفس الوقت، مع ان هي باينه ان هي قاعده في البيت مش بتبذل المجهود الرهيب، فهي ممكن تبقى بتبذل ضعفين قصاد ان هو بيشتغل فول تايم جوب واحده. فيعني انا الاحصائيه دي بالنسبه لي تقول انه لا، اعتقد ان هما الاثنين دورهم قد بعض. يعني كمان كلامك بيفكرني يا فرح بانه ممكن فعلا يكون المجتمع ساعات بيزنق المراه في ان هي كل قيمتها في مثلا هي بتعمل ايه في البيت او شكلها، جسمها، لبسها، وظيفتها، يعني الحاجات دي. بس برضو الكتاب المقدس بيقول انه ان هي امرأة فاضلة ثمنها يفوق لآلئ، فده بيخليني اقول انه او افكر في انه المرأة
ثمنها وقيمتها فيها هي مش في الحاجات اللي هي بتعملها. فكرتيني بآية برضو مكتوبة بتقول إنه خلقنا الإنسان على صورتنا كشبهنا ذكرا وأنثى. فهنا الذكر والأنثى على شبه الله، فنفس الصورة نفس القيمة يعني. أنا مش معترض معاكوا كتير بس ما الموضوع ما تقدرش تعترض هنا. ما عنديش مشكلة. لكن الموضوع شوية ميال للأدوار مش للقيمة. بس خلينا نشوف رأي الشباب إيه في الموضوع دوت يعني. أوكي يلا بينا. يلا بينا. من أكون؟ سكبت أغلى ما عندي عند قدمي سيدي. مرسى. بس يعني أنا كنت فاكرها يا مريم تقريبا. لا أعتقد هي مرسى فعلا. من أكون؟ كان عندي 90 سنة وضحكت لما الملاك قال لجوزي إني حامل. ساعتها ممكن أساعدك. اساعدني. كان تقريبا اسمها سراي قبل ما اسمها التاني يتغير. سارة؟ أيوة بالظبط. أنا زوجة الملك أحشاويرش، صمدت وصليت وربنا استخدمني أفضح مؤامرة الشرير وأنقذ ابن عمي. دي أستير أعتقد. أوكي. أهم حاجة في البنت اللي هترتبط بيها تكون يعني ده سؤال صعب. يعني هو هي تكون أمينة وطموحة، دي أكتر حاجة بحب يعني عايزها في البنت اللي ارتبط بيها. وتكون أهم حاجة بالنسبة لي تكون قريبة من ربنا، دي أهم حاجة فعلا. أوكي. يعني أنا متفق معاك في اللي قلته، بس أنا كمان رأيي أنه حاجة بالنسبة لي مهمة أن هي يكون شخص يعني محترم، يعني فهي عارفة تحترم علاقتنا، عارفة تحترمني، عارفة تحترمنا، تحترم صورتنا قدام الناس، والخلاف بتاعنا هتتعامل فيه إزاي. بس وانا كنت اقول نفس البوينتس اللي انت قلتها، بس ده بوينت زياده على اللي انا قلته، ودي حاجه ليا انا كمان يعني. بس دي حاجه كويسه. تحبي الولد اللي هيرتبط بيكي يكون شايفك اي ثينك ان هو يبقى شايفني حاجه سبيشال، يعني ما يبقاش شايفني اللي هو زي اي حد حواليا، او زي ما يبقاش فيه حاجه مميزه عن غيري، دي احبها تبقى يبقى شايفني بيها يعني. انت رايك ايه؟ لا رايي متفقاكي في نفس الراي. اميره طبعا. لو تسمعي جمله تلاقيها بنت اللي سايقه العربيه دي بتحسي بايه؟ بيقولوا لنا كده تحسوا بايه؟ اكيد الجمله دي سمعوها كتير تقريبا. هنتخانق دلوقتي فاهم، اللي هو في خناقه داخلين عليها. لا الجمله دي بتعصبني جدا بصراحه، عشان انا لسه جايبه عربيه كمان من قريب، فاللي هو دايما اي حاجه اللي هو مثلا عربيه عدت من جنبي تبص لي كده لو ست بقى ويمشوا كده، اللي هو ببقى عايزه امشي وراه، ايه مالها الست يعني؟ مفيش كلام. مبدئيا بص احنا بنريح دماغنا فاهمه، حتى لو ست لو انا مش هرد عليكي انت مالكيش لازمه كده في السواق. انا اعتقد انه اكيد في كل حاجه يعني في ناس بتعرف تعملها وناس مش بتعرف تعملها، فاكيد مش كل الناس بتعرف تسوق ومش كل الناس بتعرف تسوق. ايوه وفي ولاد ما بتعرفش تسوق. دي حقيقة. وما بتعرفش تركن برضو. مش هننكر ده، دي حقيقة. ايوه. ايه الحاجات اللي بتشوف انه ما ينفعش البنات تعملها وليه؟ يعني انا بحس انه ممكن لو في حاجة محتاجة قوة بدنية فظيعة فهيبقى في بنات تقدر تعملها، بس هيبقى في اغلبية البنات مش بتقدر تعملها. مثلا العمال اللي بيحولوا مثلا رملة يطلعوا بيها، حس انه يعني عادي لو بنت عندها القوة البدنية هتعرف، بس الاغلبيه اللي بنشوفه حوالينا انه لا هي مش قوي الحته دي بتاعتها. احس انه ولاد بتبقى مناسبه اكتر الاعمال القاسيه قوي بدنيا دي، انها تلعب كوره من الاخر. لا بس في بنات بتلعب كوره كويس قوي. انا ما بحبهمش الصراحه في الكوره. عامه انا بلعب كوره. ايوه بتحبهم بس تجاه عليا قوي في الكلام. بتحبهمش ازاي؟ مش عارفين، مش بيعرفوا. لا هما بيعرفوا يعني، عارف ما بحسش بال عارف بيبقى فيه ادرينالين كده لما اتفرج على احنا كشباب لما اتفرج على الكوره الرجالي اللي هم بيلعبوها، غير ما حسش ان مفيش سسبنشن، مفيش سسبنشن ولا يعني سسبنس مفيش خالص في اللي انت بتتفرج على حد بيلعب كوره يعني. انا اسف يعني بس ده من وجهه نظري. انا حاسه انه بالعكس بصراحه، يعني اكيد في بنات اللي هو بيبقوا
بيشجعوا قوي او بيلعبوا قوي دول بيبقى هتلاقي ان انت اصلا في فاهم حماس قوي في الموضوع بالنسبه لهم. على حسب برضه ما على حسب يعني. يلا نقوم نتصور. يلا بينا. يا جماعة عارفين الأغنية اللي هي اسمها بنت أبوها كانت انتشرت كده فترة تقريبا اتغنت في مسلسل كان بنت في فرحها وكانت بتغنيها مع باباها حاجة كده يعني صح. أنا مشفتهاش بس الأغنية دي انتشرت جدا وبقت اللي هو أي بنت بقى في فرحها لازم تشغلها وترقص مع باباها وبقى فيه جو كده مش قادرة تعتمد على نفسها يعني. لا بعيدا بقى عن الأمار إن هو بيتلكك لا بس يعني اللي بفكر فيه انه لو انا فعلا بنت وانا حاسه بالفخر قوي كده كلمات الاغنيه دي حلوه قوي وفعلا بيقول قد ان هي البنت كانت فخوره جدا بان هي بنت الراجل ده وان هي في عينيه حاجه كبيره وان ده بيخليها هي حتى في وسط الناس واثقه من نفسها وشايفه قيمتها لان ابوها نظرته ليها كده وده بيحسسها بقد ايه هي غاليه. فبفكر انه لو انا مجرد ابويا الارضي ينفع حبه ليا ونظرته ليا تخليني احس بقيمتي قوي كده فما بالك بقى لو انا ربنا ده هو ابويا برضو ونظرته ليا نفس النظره دي واكتر فده بالاولى يخليني احس بقد ايه انا قيمه وانه مش نظره الناس ليا هي اللي هتديني قيمتي لكن نظره الاله الكبير ده اللي شايفني بطريقه مختلفه وبيقول عني كلام مختلف عن اللي الناس ممكن يكونوا بيقولوه يعني ممكن اتفق معاكي وده يوضح شويه فكره انه دايما اول ما نقول المراه والكتاب والمجتمع بنحس انه احنا كرجاله جايين عليكم قوي بس احنا ممكن نكون يعني نتفق في القيمه يعني خلينا نفرق بين الدور والقيمه انا عليا دور بكون بعمله فممكن يكون مختلفين ونقبل دوت لكن القيمه نفسها الكتاب واضح انه احنا الاثنين قيمتنا واحده فلو حتى انا بعترف انه المجتمع بتاعنا بيقدم المراه في قيمه اقل من الراجل ده حقيقي لكن خلينا نبص على الكتاب هيكون الاثنين واحد فدوت اللي احنا نحاول نعدله ونموت على اللي هو يبقى موجود ان احنا قيمتنا واحد ونغير ده في المجتمع ومجتمع بدا يكون بيتغير شويه في الحته ديت لكن برضو نيجي عند الادوار يعني لسه عند رايي شويه يعني مصابة. بس القيمه متفقين فيها قيمتنا احنا زي ما المجتمع بيحط قيمه المراه في دورها مثلا في البيت او كده أستير كانت مبهره قوي ان هي خرجت بره النمط الثقافي الكالتشرال نورم وبالرغم ان في الوقت ده المراه كان يعني دلوقتي في وعي انت قلت كده من شويه ان في وعي ان الست واخده حقها شويه واخده مساحتها شويه اكتر من اي وقت فات لكن زمان بقى الوضع طبعا كان أسوأ صوتها ما كانش بيبقى مسموع ملهاش حقوق قوي ما تقدرش تتكلم بنيابه عن نفسها اصلا عشان تتكلم بنيابه عن الشعب وبالرغم من ده هي عشان عارفه قيمتها وعارفه هي مين هي اتحركت بمنتهى الشجاعه ريسك رهيب طبعا واتكلمت مع الملك وفضحت الزيف وقالت الحقيقة وده أثر في شعب بحاله إن هي أنقذت الشعب كله فهي تحدت المجتمع فالحق الكتابي دايماً بيدينا الشجاعة دي وبيدينا اللي هو بغض النظر عن إيه النمط أنا همشي بالحق وهمشي بالقيمة اللي أنا مفروض مدعوة إن أنا أصدقها وعيشها كمان مريم كانت لذيذة قوي في إن هي عارفة إن قيمتها في قربها وحبها ليسوع او عارفه قيمتها اكتر في انه يسوع بيحبها فبتحبه فبتقعد معاه وبتقضي معاه وقت على عكس مرثا ما كانتش يمكن مستوعبه قوي ده كانت بتشتغل بتعمل حاجات كتير قوي ما كانتش موجوده بدورها مشغوله بدورها يمكن حاطه قيمتها في دورها اكتر لكن اختها كانت مختلفه قوي وده اللي كنا بنقوله انه ساعات المجتمع بيخلينا نحصر قيمتنا ودورنا في انجازاتنا او في اللي بنعمله فننسى انه اصلا لا انا الحاجات دي بعملها مش عشان استمد قيمتي انا قيمتي واخداها من حته تانية من ارض ثابته انا كمان يعني لما بفكر في حته دور المراه انا بحس انه الكتاب المقدس ادانا امثله كتير قوي فيها المراه كان ليها دور وممكن نرجع يعني للبدايه خالص يعني لادم وحواء من البدايه دور المراه واضح لانه حواء هي اللي اغوت ادم وبسببها هم وقعوا في الخطيه هي اللي اغوته انه ياكل من التفاحه ده يخلينا نقف كده نفكر انه لا المراه ليها دور هي كان بايديها ان هي تعمل ده وعملته وكان ليها راي وتسمع يعني ليها تاثير فانا بحس ان ده بيحط علينا مسؤوليه برضو انه احنا لينا دور ولينا راي ولينا تاثير واحنا اللي بايدينا
نأثر في الشخص اللي معانا بالطريقة الصح أو نوقعه زي ما حصل. المجتمع كمان مستنزف قوي للست يعني في حتة إنه بيشيئها، يعني أنتي شيء، أنتي شكل، أنتي إنجاز، بتقدري تعملي إيه، إنجازاتك إيه. حتى لما حد مثلا بيبقى عايز يتقدم لبنت، اهله دايما بيقيموها على اساس الحاجات دي. اشوف شويه انه المجتمع حتى للراجل بيقول له انت بتعمل ايه او بتنجز ايه، لكن في نقطه الشكل يعني اصل الصراحه يعني دي اللي هتجوزها، فعلى الاقل يكون في قبول مثلا في الشكل، ما احنا هنبقى في الشارع يعني في وش بعض. اكيد اكيد مهم يكون في قبول، بس فكره ان هي بنقتصرها بس على قد شكلها في القيمه او على قد ادائها مهاراتها او كده، فكره ان انا بقلل قيمتها علشان هي ست فلازم تبقى عندها اداء كويس او شكلها حلو او كده وخلاص. الناس كتير قوي بتشيئ المراه اللي هي شيء، مش بشوفها كانسانه، بشوفها كنوع. ده اول حاجه بتيجي في بال رجاله كتير قوي، فبسهوله قوي ممكن رجاله كتير تكون بتتعدى، بتتحرش بانواع التحرش المختلفه الماساويه لمجرد ان هو شايف ان الست دي ملهاش قيمه زيه، يعني مش في نفس السواء، شايف ان هي اداه وشايف ان هي شيء فيستغله ويستمتع ومش مهم هي تتاذي او ايه. مش قادر ارفض يعني، للاسف ده بيحصل واقعيا يعني، بس شايف ان اللي احنا بنتكلم فيه برضو احنا كرجاله محتاجين ان احنا نفكر في المراه بشكل مختلف يعني. ده اكتر حاجه ممكن نكون بنعملها يعني. طيب احنا قلنا افكار مختلفه وموضوع شائك الصراحه يعني. خلينا نشوف الضيفة اللي معنا ونسمع منها رأيها. يلا بينا. بعد وان انه بيحكي اقول ايه؟ لا مش معقولة، نسيت الكلام. نرجع تاني. درست ماجستير في قضايا العنف ضد المرأة في سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، وعلشان كده أنا موجودة هنا النهاردة علشان أتكلم أكتر عن المرأة وعن العنف اللي بتتعرض له في المجتمع من الناس المحيطة حواليها أولاً، وبعدين من الناس اللي في المجتمع عامة ككل. في الحقيقة اهتمامي بقضايا العنف ضد المرأة جه بالتدريج. في الأول كان حلمي إن أنا أسند وأشجع ناس من غير ما أذيهم أو أوجعهم، فابتديت في دراسات العلاج النفسي من الصدمات وبعدين العلاج النفسي من الإزاءات الجنسية. اهتمامي كله راح بعد كده ناحية العنف ضد المرأة واللي بتتعرض له واللي بيحصل في المجتمع بعد كده. واحدة من أهم المحطات اللي فرقت في اهتمامي بالموضوع ده من وقت ما جوزي توفى، وابتديت أحس بس حمل مجتمعي إنه أنت لازم تتعاملي بطريقة معينة، أنت لازم تكوني في أماكن معينة، أنت لازم تكوني حزينة طول الوقت. وكأني كنت عايزة أقول إنه لأ، مش لذيذ إنه المجتمع يحط أنماط معينة أو شكل معين لأي مرأة أيا كانت، فمن أول شكلها لغاية الأدوار اللي هي مضطرة إنه هي تكون بتعملها لوحدها علشان المفروض هي كست هي اللي تعملها، لغاية لما الظروف بتحط عليها حاجات معينة فتبقى مضطرة إنها تتصرف بطرق معينة. وابتدى الضغط في الفترة دي إنه إيه ده بتضحك إزاي؟ إيه ده بتتكلمي كده إزاي؟ إيه ده انت نزلتي شغلك ورجعتي تذاكري تاني وكملتي دراستك عادي؟ إيه ده انت لسه بتحلمي لحياتك؟ وكأنه يعني جريمة خطيرة إنه لما ست تتحط في ظروف معينة، سواء فقدت جوزها، سواء اتعرضت لأي حاجة تانية في حياتها، لازم تكون بتتصرف بطريقة معينة. ومن هنا ابتديت أدرس ورحت على طول عملت الماجستير بتاع العنف ضد المرأة علشان بس أقول لكل ست إنه أنت مهمة جدا. وانا عارفة انه المجتمع بيحط جوانا اسئلة كتير قوي عن حتى امتي انا الشخصية وادواري ايه هي وربنا بيبصلي ازاي وحطتني فين في المجتمع. كل الاسئلة دي هنتناقش فيها اكتر مع الشباب دلوقتي في الحلقة. ازيك يا جينا؟ هاي كارن. احنا مبسوطين جدا جدا انك معانا النهارده، منورانا. ثانك يو. وانا كمان ثانك يو. طيب احنا كنا بنتكلم في موضوع يعني شائك شويه، المراه ونظره المجتمع ليها وقيمتها، ف يعني ندخل معاكي في الموضوع على طول. قول لنا ازاي في وجهه نظرك المجتمع اثر على نظره المراه لنفسها وقيمتها في نفسها، واثر عليكي انت شخصيا ازاي؟ في الحقيقه هو المجتمع بيحط
حاجات كتيرة قوي على المرأة إنه هي لازم تعملها، فلو ما عملتهاش هتحس إنه هي مقصرة بشكل ما. فلو اتكلمنا على تأثيره على نظرتها لشكلها مثلاً، هتفضل طول الوقت حاسة إنه في حاجة ناقصاها، لأنه حتى اللي بيتنقل في الميديا طول الوقت والإعلانات لازم البنت يبقى شكلها بحجم معين، شعرها شكل معين وطول معين ولون معين وهكذا. فتبدأ البنت تبص لنفسها، تبقى جميلة جداً بس تبص لنفسها إنه لا أنا مش حلوة كفاية، لأنه أنا مش شبه اللي بيتعرض ده. لو بصينا على قدراتها طول الوقت المجتمع حواليها بيقول لها إنه في حاجات الراجل بس هو اللي بيعملها، وفي حاجات الست ممكن تعملها عادي. فقد إيه بتبقى بعد كده متأثرة إنه أخش الموضوع ده ولا ما أدخلوش، أعمله ولا ما أعملوش، لأنه الناس هتقول عليا إيه، ويا ترى أصلاً هقدر ولا مش هقدر. وحتى لو هي متأكدة أنها هتقدر، في مرات تحس إنه بس المجتمع مش هيتقبل ده، فخلاص خليني في السليم أحسن. فالمجتمع يعني ليه دور عظيم في نظرة المرأة لنفسها، وأعتقد التحدي الحقيقي عند كل مرأة هي إنها تكسر القوالب دي كلها والأنماط اللي بتتحط عليها، وتبدأ تحقق الحاجة اللي هي بجد مؤمنة في نفسها فيها ومصدقة إنه هي بجد هتعمل. أنا عرفت إن أنت بتدرسي جزء كبير عن المرأة أو المرأة والمجتمع، ليه قررت تاخدي الخطوة ديت؟ طبعا زي ما ذكرنا في الانترفيو انا عندي قصة عظيمة مع هذا الموضوع. الفكرة انه لقيت نفس فكرة الانماط اللي بتتحط على المرأة وهكذا، وانا متخيلة انه لا بس انا جامدة قوي وتمام وهكذا، لقيت انه لا، هي حتى لو البنت ممكن تكون مصدقة قوي انه هي هتقدر بجد تعمل الحاجة دي، ستيل المجتمع بيأثر على هي فين هتعملها ولا لأ وهكذا. قررت ان انا اعمل ماجستير في فكرة قضايا العنف ضد المرأة، او اصلا بقى من البداية الراجل والست مين فيهم دوره ايه، ودور المجتمع ودور السياسة والاقتصاد في الموضوع ده، ودور الراجل نفسه ودور الست نفسها، علشان نوصل لنتائج مختلفة مريحة لكله. ما هي برضو العنف ضد المرأة هو مش بيقع على المرأة بس، هو بنلاقي بعد كده انه نتيجة ده عنف ضد الراجل بشكل ما، فنبدأ نحط عليه هو كمان أدوار بتبقى ثقيلة جدا عليه، وبيتخيل انه ده دوره علشان هو راجل. وفي الحقيقة انه ربنا اصلا ما خلقش كده في الاول، هو خلق الانسان على شبهه وعلى صورته، الانسان عامة راجل او ست. هل ده ممكن يكون اللي شجعك انك تشتغلي مع بنات وستات، ولا في اسباب تانية؟ ده كان واحد من الاسباب اللي خلتني انه اتحمس قوي ان انا اشتغل مع بنات وستات، بس كمان شغلي كمعالجة نفسية مخليني عايزة البالانس بتاع الحتة اللي في النص، او التوازن بتاع انه عايزاها تعرف قوي قيمتها، بس انا كمان عايزة المجتمع والراجل يعرف قيمتها. فده اللي جابني في الحتة بتاعت انه اشجع الستات والبنات، بس انا مش بس بدي المحاضرات دي لبنات وستات، انا كمان بأضمن فيها رجالة واولاد، وبيبقوا بيطلعوا اصلا من المحاضرات دي بيقول بجد هو ده بجد. ما بيبقوش متخيلين، زي مثلا موضوع زي ختان الإناث مثلا، لما بجيب الرجالة والولاد وبيحضروا في المحاضرات دي بيحسوا انه بجد كل دي أضرار مش بس وقع على الست، لا هي وقع كمان على الراجل وعلى المجتمع، من فكرة عادات او تقاليد معينة احنا بنعملها ضد الستات، وكأنه في نور معين بيطلع عندهم كده. ولما بخليهم يعملوا رول بلايز او مسرحيات بعد ما نخلص التدريب علشان يطبقوا اللي هم اتعلموه في التدريب، بنبهر بكم التطبيقات المختلفة. لو هم بقى اللي هيرفعوا الوعي في مجتمعاتهم هيعملوا ايه؟ ويبدأوا هم اللي يقولوا الناس لا ده ليه ضرر كبير قوي على البنت، على الراجل، على المجتمع، وعلى اولادهم كمان. السايكو دراما بتفرق قوي مع الناس، بيعرفوا يحطوا نفسهم مكان اللي حواليهم. ده حقيقي، لانه بيطبقوا الحاجه، فلما بيطبقوا الحاجه كانهم بيدوا لنفسهم مساحه يحسوا بالغيرهم بيحس بيه وبيعدي فيه وهكذا. وقبل طيب ما تدرسي ده، هل حسيتي ان انت ممكن ما تبقيش قادره تعملي حاجه علشان المجتمع ممكن يرفضك انت كبنت كست؟ في الحقيقه ما فيش حاجه بتعطلني قوي عن الهدف اللي انا عايزه اعمله، لانه طول الوقت جوايا حاجتين، جوايا رؤيه وهدف انا بعمل الحاجه دي علشان اوصل له، والهدف ده بيتضمن ناس تانية حواليا مش انا بس. والحاجه التانية طول الوقت بيبقى عندي رساله من ربنا معينه، وبرجع نفسي فيها وبرجع تاني اساله هو ده يا رب بجد الدور اللي انت عايزني اعمله. وكانه لما بيبقى عندي رساله معينه من ربنا
whatever happens مهما يحصل ومهما حاجات ممكن تبان كأنها بتوقفني ولأ خليكي في مكانك علشان الناس ما تقولش حاجة معينة أو هكذا، لأ أنا عندي رسالة معينة من ربنا وعلشان كده أنا هكمل وهعمل. أوكي. هل ده بقى معناه أنه الراجل ليه دور معين في المجتمع والست ليها دور معين؟ لان دوت اللي بيتقال اكتر، انه مثلا كلنا بنهزر بيها ان الست مكانها المطبخ، ان ممكن ما تشتغلش، ممكن. فهل فعلا الموضوع كل واحد ليه دور بتاعه ولا ايه رايك؟ شكرا يا مارك على السؤال ده سؤال مهم جدا عشان هيدخلنا في موضوع جدلي رهيب. أوكي. وهو الفرق ما بين كلمه النوع الاجتماعي وما بين كلمه الجنس، أو لو هنتكلم عليهم بأسمائهم العلمية جندر وسكس. السكس وهي الحاجة البيولوجية، إنه بيولوجياً ده الراجل وبيولوجياً ده الست. النوع الاجتماعي هو حاجة بتتغير على مر العصور، هي كأنها الأدوار والمسؤوليات اللي بيرسمها المجتمع للراجل وللست، إيه اللي الراجل المفروض يعمله وإيه اللي الست المفروض تعمله، دي اسمها النوع الاجتماعي ودي متغيرة طول الوقت. لكن السكس مش بيتغير، الجنس أنا بتولد ست أنا بتولد راجل، دي حاجة ما بتتغيرش على مر العصور، وده الفرق البيولوجي والاجتماعي ما بين الحاجتين. فالأدوار دي حاجة المجتمع بيحطها. وعلى المثل اللي أنت كنت بتقوله بتاع أنه الست دورها أو مكانها المطبخ، وكأنه المجتمع بياخد دورها البيولوجي أو تهيئتها البيولوجية أنه هي تجيب بيبي وأنه هي تاخد بالها منه وهكذا، بيحتم عليها أدوار اجتماعية معينة. لا هي بس اللي لازم تربي، لا هي بس اللي لازم تذاكر، هي بس اللي لازم تكون موجودة في المطبخ، مع أنه في الحياة اللذاذة كلها أنه يبقى الراجل والست بيشتغلوا مع بعض في كل حاجة في الحياة. تقدري تقول لنا إيه الفرق ما بين نظرة المجتمع للمرأة وما بين نظرة الكتاب المقدس للمرأة؟ بما أننا ذكرنا الماجستير فكان في محاضرة خطيرة جداً لفتت انتباهي، وهي شكل الخطابات المجتمعية اللي طول الوقت بتتقال عن الستات وعن الرجالة. وحصروا الخطابات كلها، قعدوا يسمعوا خطابات كثيرة مجتمعية بمختلف مجالاتها، ولقوا انه الستات بيتم حصرها في حاجتين، رومانتسايزيشن او ديمونايزيشن، اللي هي كأنها يعني رومانسنة الست او شيطنتها، انه هي الضحية زي الرومانسنة او رومانتسايزيشن، انه هي الضحية التعبانة الغلبانة اللي طول الوقت محتاجة حد يساعدها، وكأنه ده بيحتم على الراجل دور ان هو طول الوقت يبقى بيلاحق الست علشان يحاول ياخد باله منها ويساعدها وهو اللي يعمل لها كل الحاجات في الحياة، وده يحط عليه بعد كده مسؤولية كبيرة لوحده غير مقسمة، ان هو اللي لازم يجيب فلوس، ان هو لازم ياخد باله، هو لازم يعمل كل حاجة. شيطنتها بقى انه هي اللي بيتم اغواء الاخرين من خلالها، وانه هي اللي بتبقى مسؤولة طول الوقت عن انها توقع غيرها في الشر. ده بنشوفه وده قوي في التحرش او في الاعتداء الجنسية، اللوم الاكبر من المجتمع بيحطه على الست ان هي اللي عملت كده، وشوف لبسها وشوف طريقة تعاملها. ده حقيقي جدا، وده مثال حي قدامنا، وهي فكرة انه اكيد كنت لابسه حاجه هي اللي خليته يعمل كده، او صوت ضحكتك هو اللي خلاه يعمل حاجه زي كده معاكي. وفي الحقيقه انه لا، دي مش حقيقه. اللي بيحصل انه في الشيطانه دي، او انه هي يعني اللي اغوت او كده، بتحط دور برضو على الراجل، انه هو اللي لازم يكون حامي الحمى، انه هو اللي لازم يكون بيحميها وبيحمي نفسه من ان هما الاثنين يقعوا في الغلط، وبيشيلوا خالص صفه العلاقات اللذيذه بتاعه المشاركه وبتاعه المسؤوليه، ان انا اللي مسؤوله عن تصرفاتي وانا اللي مسؤوله اتحمل عواقب التصرفات دي. ونفس الكلام على الراجل، هو مسؤول عن تصرفاته ومسؤول يتحمل عواقب التصرفات دي. من شويه كنت بتكلم على تدريبات بديها وبضمن فيها ولاد ورجاله، وبدي محاضرات على الفرق ما بين النوع الاجتماعي وما بين الجنس، وازاي انه النوع الاجتماعي دي حاجه المجتمع هو اللي بيحطها علينا. وفي الرول بلاي او في المسرحيه اللي قاموا يطبقوها بعد كده، الراجل قام يعمل دور شخص قاعد مرتاح في البيت، وخلى الست اللي معاه في المسرحيه هي اللي تعمل كانها بتشتغل. اللي كان خطير هو انه الراجل ارتاح في الدور ده، حس انه طب وفيها ايه؟ طب ما فعلا احنا ليه بنحط على نفسنا طول الوقت الحمل بتاع انه انا اللي لازم انزل مع انه الست ممكن تكون بتشتغل، بس هو اللي شايل المسؤوليه لوحده. هو اللي مثلا لو حصل وبابا توفى، هو اللي لازم يشيل حمل البيت كله، حتى لو عنده اخوات بنات اكبر، بس هو اللي يشيل حمل البيت كله.
فقد إيه العنف ضد المرأة أو كأنه تصغيرها أو تحجمها في أدوار معينة بيقع أصلاً على الرجالة بعنف آخر، وهو تحميله أدوار ومسؤوليات طول الوقت بتقتله حقيقي، ويفضل بيجري في عجل وتروس وما يوعاش حتى إنه يشوف هو حاسس بإيه دلوقتي. تفتكري يا جينا ليه ربنا إدى قيمة للمرأة وهي لما تعرف القيمة دي هيفرق معاها في ايه؟ في نظرتها هي نفسها. الله يهمه قوي انه الانسان يعرف قيمته علشان يقدر ياخد دوره في المجتمع. ما هو كل حد موجود، هو مش موجود كده وخلاص، كل حد موجود ليه دور. لو عرفه المجتمع هيفرق معاه كتير جدا فكره ان كل حد ياخد الدور بتاعه. في الحقيقه لما بتسال سؤال زي هو اصلا قيمه الست في الكتاب المقدس ايه، واقعد بقى افكر في ايات بتتكلم عن الست او كده، بقرر انه لا، انا مش هتكلم عن ايات، انا هتكلم عن امثله عمليه. انه الله مش بس بيتكلم بايات في الكتاب المقدس، لا، ده في امثله عمليه لستات فعلا اخذوا ادوار شجاعه جدا وجسوره جدا في طريقهم لخلاص شعوب. مثل زي أستير وإزاي هي بكل جسارة حمت شعبها من الإبادة. أبيجايل وإزاي هي رغم أنه نبال اتصرف بطريقة مش صح، هي بمنتهى الفطنة زي ما الكتاب بيقول عنها أنه هي كانت امرأة فاطنة، يعني ماهرة وذكية، قدرت أنه تتصرف بشكل صح يحمي الشعب بتاعها. أمثلة كثيرة جدا لستات ربنا ادالهم دور، ولما عملوه بمنتهى الشجاعة والجسارة والشطارة ده فرق كثير قوي في حياة شعوب، مش بس في حياة شخص واحد. طب على سيرتهم بقى، أنا كبنت ربنا إيه الصورة اللي تليق بيا إن أنا أعيش بيها وسط مجتمعي؟ لو كان بيتقال عن يسوع إن هو كان بيجول يصنع خيرا، ولو حطيت ده على قلبي أنا كمان إنه أنا كمان أجول أصنع خيرا، ده هو لوحده المبدأ ده هيشكل فيا كتير. إيه اللي أنا ينفع أعمله هنا وإيه اللي لأ؟ إيه اللي مقبول دلوقتي وإيه اللي مش مقبول؟ لو أنا رايحة أعمل خيرا معين هعمله كل الحاجات اللي حواليه علشان يطلع بشكل كويس. شكرا جدا ليك يا جينا، وفعلا يعني اتكلمتي شوية نقط احنا محتاجين احنا كمان كرجالة يعني نواجه نفسنا بيها ونفكر بيها بالابعاد اللي انت قلتيها. فشكرا انك كنت معانا، وشكرا للمعلومات اللي انت اديتها لنا كتير قوي. ثانك يو ليكوا قوي يا جماعة، كان لذيذ الحوار. ثانك يو، شكرا ليك. ميرسي. يسوع بعد ما مات بثلاث ايام المريمات راحوا عند القبر، لان التلاميذ كان حالهم صعب قوي قوي قوي، كانوا متضايقين قوي على المعلم اللي عاش معهم ثلاث سنين بيخدمهم وبيعلمهم يعني ايه يخدموا. فالمعلم انه يموت ده كان بالنسبه لهم صعب قوي، كانت صدمه. فالمريمات كانوا رايحين علشان يطيبوا المعلم ده، فكانوا شايلين هم قوي الحجر ازاي هيتحرك. بعد كده اول ما وصلوا هناك لقوا الحجر اتحرك من مكانه، فكانوا خايفين قوي هو جثمان المعلم راح فين. وبعدين كده اول ما دخلوا هناك راحوا لقوا ملاك ظهر لهم، والملاك اللي ظهر لهم دول قال لهم لا تخافوا، ان المعلم اللي انتوا جايين تشوفوه مش هنا، قام من الاموات. ودي كانت حاجه كبيره قوي قوي قوي، انه اول شهاده للقيامه اللي هي اهم حقيقه في التاريخ وبالنسبه لنا اهم حقيقه في المسيحيه، انها تكون على يد أول ناس هي تكون سيدات، لأنه ده ما كانتش شهادة بنعترف بيها في المجتمع اليهودي وقتها، كانت شهادة حتى بالنسبة للقانون نقصة. بس يسوع كمان مش بس وقت موته وقت قيامته كان مدي مكانة للمرأة، لكن كمان قطع مسافة طويلة قوي عشان يروح يشوف السامرية. ومش لما بس إنها هو راح يقابل واحدة بس، يروح يكلم معاها ويحكي معاها. سامرية قصة مجتمعنا ما يقبلهاش، واحدة اتجوزت خمس مرات والخامس اللي حاليا عايشة معاها هو مش جوزها، لكن يسوع كان فارق معاه يروح يقابلها ويروح يتكلم معاها في مكانها، مش يجيبها في أي حتة تانية. وأعلن ليها إعلانات مهمة قوي في الكتاب المقدس دايما بنقعد نفكر فيها ونتأمل فيها. كمان يسوع ما نساش أمه اللي عاشت معاه وقت طويل قوي على الصليب، وصى يوحنا على أمه. يسوع ادى المكانة للمرأة كبيرة قوي ما كانتش موجودة وقتها وحتى مش موجودة دلوقتي، لكن ده يساعدنا ان احنا نفكر بشكل مختلف لنفسنا. احنا كبنات ازاي بنبص على نفسنا وبنبص على قيمتنا، ولا قيمتنا هي اقل ولا دورنا هو اقل من الراجل، لكن احنا دورنا مهم، ان احنا بني ادمين وانسان في الاخر، احنا لينا دعوة ولينا طريق نمشي فيه، وقيمتنا وتأثيرنا
مش مقترن بالتقاليد بتقول ايه، ولا افكارنا بتقول ايه، ولا المجتمع بيقول ايه عننا، لكن قيمتنا في اللي خلقنا. فارق معايا قوي نصلي انه نشكر ربنا قد ايه قيمتنا مش مرتبطه بالناس بتقولوا علينا. اشكرك يا رب لانه قيمتنا موجوده فيك. فلو انت بتحسي انه قيمتك اقل، ماذا لو انه يسوع في الموقف هيفكر ازاي، هيتكلم معانا ازاي؟ فارق معايا نفكر كمان كشباب واحنا بنعامل بعض كاولاد وبنات، انه ماذا لو يسوع كان موجود في الموقف هنا، ازاي كان هيخلينا نتعامل مع بعض؟ كان ازاي هيورينا صوره المراه وصوره البنت ان هي ولا هي اقل ولا هي كائن ضعيف، لكن خلينا نشوفها بطريقه مختلفه. فخلينا كل مره نفكر انه ماذا لو يسوع كان موجود في الموقف هيعمل ايه. واضح من خلال النقاش بتاعنا وكلامنا مع الضيفة انها غيرت شوية مفاهيم وشوية افكار عن احنا ازاي كمجتمع الى حد ما مايل شوية للرجالة، ازاي نكون بنغير مفاهيمنا ديت. بس خليني اسأل سؤال مثلا، انه احنا ممكن نساعدكم ازاي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ حاجات كتير قوي. قولي لنا حاجة. انا حاسة ان هي ممكن تبقى حاجات بسيطة. انا ممكن ابقى بس كل اللي انا مستنياه من الرجاله التقدير، يعني بس ما حسناش انه احنا اقل، او من المجتمع في العموم، يعني انه احنا مش اقل، لا عادي احنا زي بعض، نفس اللي بتعملوه احنا نعرف نعمله. اشتغل دكتوره سنان، ففي مره كان دخل عيان العياده، فكان فود ان انا هخلع له، فاول ما لقى ان الدكتوره هي اللي هتخلع له راح قال لا انا عاوز راجل اللي يخلع لي. هو موقف بسيط بس يوصل لك ان المجتمع باصص لينا ان احنا اقل، او ان انا مش هعرف اعمل الحاجه اللي الراجل بيعملها. فممكن لو انا هطلب حاجه واحده بس من المجتمع يعملها لينا، انه بس يكون في تقدير حتى في المواقف البسيطه، مش اي حاجه. ما دي ست، زي مثلا موقف الفرح حكيته في الاول على السواقه، ما هو عشان دي ست، هي بس حاجه بسيطه تقدير. تقدير برضو في الشغل، مثلا من مدير. كان عندي مدير زمان كل شويه يسالني انا والبنت اللي كنا تيم نشتغل مع بعض انا وهي، هو انتوا مرتبطين؟ طب هتتخطبوا قريب؟ طب هتتجوزوا قريب؟ علشان عايز يشوف يقدر يستغلنا المدة قد ايه، وفي نفس الوقت يدينا فلوس اقل، علشان احنا كده مفيش بيت بيتفتح قريب، فمفيش التزامات او زنقة مادية يعني. فانا كنت فاكراه بيسأل في الاول بحسن نية يعني وخلاص، بعدين السؤال بدأ يتكرر والفلوس تقل والشغل يكتر والسؤال يتكرر، فكانت سايكل غريبة. وبعدين بدأت اكتشف انه لا، هو شايف انه احنا هيفضل يتصرف علينا، احنا مش هنعتمد على نفسنا، او مش هنقوم على رجلينا شوية، وإحنا مش في احتياج، بالرغم أنه ده حقي. فبغض النظر عن ظروفي دلوقتي إيه، أنا محتاجة ولا لأ، لو أنا بعمل شغل أنا عايزة تقدير، أنا عايزة الحق بتاعي. فكنت حاسة أن أنا يعني أعتقد لو ولد كان هياخد حقه أكتر، كان هيتقدر أكتر. بحيث شوية أنه إحنا كرجالة منغمسين قوي في طريقة التربية والتفكير والثقافة طبعاً. فبقول ممكن حاجة نكون بنساعد بها، إنه دايماً أنا كراجل أفكر هو بعمل كده ليه. لو مثلاً أختي مسافرة هتهاجر لوحدها، فهتعيش برا لوحدها، فهل أنا بقول لها لأ ما تسافريش علشان أنا شايف إنه لأ هي مش هينفع تسافر لوحدها، ده من ناحية الكتاب مثلاً، ولا لأ تأثراً شوية بالثقافة بتاعتي إنه ما ينفعش بنتي تعيش لوحدها بره. فده برضو بيخليني شويه انه احط نفسي مكانها. فلو بنحاول نساعد شويه احنا كرجاله نعمل ايه، انه ما اخدش موضوع ذكوري اكتر، ما هو احنا الاثنين واحد زي ما اتفقنا من شويه ان ادوار مختلفه، لكن اقول انه ما فيش مشكله يكون بتعمل كده، انا قلت لا علشان ثقافه هي اللي بتقول لا. مثلا اختي مثلا ترجع متاخر، مراتي مثلا تكون بتشتغل، طبيعه شغلها مختلف، بتكلم مثلا مع مديرها مثلا ولا حاجه. فانا بقول انه طب ما انا كمان كراجل بتعامل عادي مع مثلا زميلتي موجوده في الشغل. فمن الاخر يعني اللي بقول لنفسي عليه ماشي اعمله، محتاج ان انا كمان اقول للست او مراتي او اختي او مامتي او اي حد، اقول لها ماشي انت كمان اعملي كده، مفيش مشكله طالما احنا الاثنين قيمتنا واحده يعني. طيب يعني خلينا في الاخر كده نقول انه مهم جدا انه احنا كبنات نحقق نفسنا ونكون بنعمل حاجات، مهم برضو ان احنا نهتم بشكلنا وبجمالنا، كل ده مهم، مش بنقول ان هو مش مهم، لكن عاوزين واحنا بنعمل ده نبقى مدركين انه احنا قيمتنا مش في ده،
انا قيمتي كبنت مش في الانجازات بتاعتي ولا في شغلي ولا في شكلي، المهم يبقى عندي المكان المرجع اللي انا بستمد منه قيمتي قدام ربنا، بعرف فيه انا مين واعيش حياتي طبيعي بناء على القناعه دي والايمان ده. ما سيبش الحاجات اللي بره تاثر فيا، ما سيبش راي المجتمع وراي الناس ياثر فيا او ياثر في ثقتي في نفسي او في نظرتي لقيمتي ونظرتي لنفسي. طبعا اتفق معاك جدا. شكرا. اتفقنا في الاخر، احنا قلنا كلام الحمد لله كتير في الموضوع، ومبسوطه ان احنا اتناقشنا وفتحنا افكار في موضوع زي دوت. نحب نقول لكل اللي بيتفرجوا علينا لو عندكم اي اسئله تانية تقدروا تبعتوا لنا على صفحات التواصل الاجتماعي، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج كاتاليست. اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. عايزينك دايما متفاعل، مش واحد ضمن الجمهور، مش واحد ضمن الجمهور. امسك في الفرصة اما تجيلك دلوقتي، اللي عليك الدور محتاج كاتاليست. متفاعل، اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. ربنا هيدلك عالسكة بس انت جدعان ما تدمش. خليك واثق في اختياراتك، صدقني اكيد ما تندمش وتكون كاتاليست. متفاعل، اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. كاتاليست، كاتاليست. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 77 بلس.